السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، رايحين يعملوا اليوم وصفة بزاف بنينة واقتصادية ما فيهاش البيض. بسم الله على بركة الله. عندي 125 غرام تاع زبدة، كاس ناقص صغير شوية تاع سكر ناعم، يعني علبة تاع 250 قسموها على 2، خذوا 125. حطيت قرصة الملح. هنا نبدأ نخلط في الزبدة مع السكر الناعم وقرصة الملح. اللي حابه تخلط بالخلاط الكهربائي تقدر، ولكن هي سهلة، تقدروا تخلطوها غير بالفوي هكذا حتى نحسوا القوام يعني كامل جالس مع بعضه. نحطوا نص كاس تاع الزيت. يعني هاد الوصفة كاي اللي يعرفوها وكاي اللي لا، هي تاع زمان، وصفة الجريلاند، تجي بزاف بنينة، كنا نحبوها فيها ذوق الشوكولا. هنا نحط لها نص كاس تاع نواط كوكو، يعني جوز الهند، زوج مغارف تاع كاكاو. الكاكاو لازم يكون بني، هذاك الكحل كامل ماشي بنين وماشي شباب الكو تاعو. هنا حطوا الكاكاو البني اللي يكون عنده ريحه شابه هكا باش يمد لكم قاطو بنين. عندي كاس الاولاني تاع الفارينه، باكي تاع خميره القاطو يعني وزن 10 غرام. نحط قدامي الكاس الثاني ونبقى نزيد بالعقل، يعني ما نزربش في الفارينه باش ما تيبسليش لاباط. هنا الكاس الاولاني اكيد مش راح يكفيني، نزيد الكاس الثاني، نغرب لها دائما لاباط باش تجيني، يعني عفوا نغرب الفارينه في لاباط باش تجيني لاباط طريه وخفيفه وتجيني سهله في الخدمه تاعها. الفارينه كي تغربلوها تولي خفيفة وهكذا عجينة الصابلي يدخلها الهواء وتجيكم خفيفة. هنا الكاس الثاني خلطته، رايحة نزيد الكاس الثالث. الكاس الثالث ما نزربش فيه، نحط بالعقل ونشوف كي تخصني نزيد، يعني باش ما تيبسوش لاباط. انا هنا نجمعت لي، تحصلت على عجينة طرية. هذا واش بقى لي؟ نص كاس تاع الفارينه. هنا نوزنهم، اللي حبت توزن دير وزن 25 غرام، اللي ما حبتش دير عينها ميزانها. راني شاعله الفور، نقول لكم باللي طيبوها على نار قليله على 160 درجه على خاطر الكاكاو يتحرق بالخف، وهي ما فيهاش بزاف يعني المقادير، غير تنشف برك وزيدوا شعلوا لها من الفوق تنشف ونحوها. نجوزوا للتزيين. عندي 100 غرام تاع شوكولا، شوكولا بالحليب، يعني ما ديروش في هذه الوصفه شوكولا ما غديروا شوكولا بالحليب. حطوها تبرد في الفريجيدار هكا باش تقدروا ترابيوها. هنا رايحه نسكرفجها في السكرفاج، يكون عادي يعني معليش خشين على هكا ولا رقيق، المهم سكرفجوها. انا هنا رايحه نبقى نسكرفج فيها حتى نكملها كامل. 100 غرام هذه العلبه فيها، هاي اللي هنا كسكرفجتها رايحه نحطها هنا. ونجوزو للتزيين. عندي كاس تاع جوز الهند، يعني كاس نواط كوكو، مغرف تاع كاكاو. هنا رايحة نحك بين يديا يعني الكاكاو حتى يتلون لي مليح هذاك جوز الهند بالكاكاو، يولي لي يعني كامل لون واحد. شوكولا نضيفوها في الاخير، ما نضيفوهاش في الاول باش ما تذوبناش، ونخلطو بهذه الطريقة هكذا. يعني ما ديروش يدكم هنا، كي تفوتوا ديروا الشوكولا مسكرفجه خلاص هكا باش ما تذوبلكمش وتمد بنا اكيد في الكاطو. هنا عندي 5 مغارف تاع معجون، نضيف لهم هنايا زوج مغارف تاع ماء الزهر ونخلطوهم. هاد الكاطو صدقوني يجي بزاف بنين كي يتشرب من هاد المعجون. خاوتنا المغاربه يقولوا له المربى، كيما نقولوا احنا باللغه العربيه، احنا على بالكم كامل نعيطوا له معجون. هنا نغطسهم في المربى، انا اخترت مربى المشمش، وانتم ديروا اللي تحبوه. ونزيدوا يعني نعملوهم في هذيك الخلطات تاع نواط كوكو والشوكولا مسكرفجه هكذا، نكملوهم كامل بنفس الطريقه. بالك وبرك الكاطو يكون سخون، خلوه يبرد مليح باش تعملوا التزيين باش ما تذوب لكمش الشوكولا
كي تحطوه فيها هكذا، إذا حبيتو يعني ترمدوها من الفوق ومن التحت كامل تقدروا. أنا هنا نكملها، حطيتها في صحن التقديم، يعني شوفوا كيفاش زينتها فقط بشوية ورود، وانتوما كيما تحبوا ديروا لها تحبوا ما ديروا لهاش. انا كاين اللي خليتهم هكذاك باش تشوفوهم. وهنا نجوز باش نقسم لكم هذه الوصفة، تجي بنينة بذوقها يعني هايل. قسمتها لكم هكذا باش تشوفوها وتجي طرية. بهذه الوصفة نكون كملت لا فيديو تاع نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. كما دايما نقولكم ما تنسونيش بالجام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. جربوا الوصفة بزاف بنينة.